سانتي 5.5 صحتك بالدنيا. دكتور أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سي عبد الرحيم، وأهلا وسهلا بمستمعين الكرام مستمعي الحياة فام. عندك غيبة وعندك مد علينا دكتور الحقيقة. إن شاء الله إن شاء الله المانع خير. إن شاء الله. دكتور اللي فهمته اللي ناكله اليوم نلقاه في صحتي غدو، صحيحة القاعدة هذية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اخترت الموضوع هذا كما أنت قدمته سيادتك، وهي علاقة الأمراض بالتغذية، باش ناكلوا أشنو شربوا. الملاحظ أنه في السنوات الأخيرة هذه تقريبا 30 سنة تالية لاحظنا شيئين اثنين، هذا الناس المختصة بالصحة أطباء وإلا الباحثين، شفنا حاجتين اثنين. هي الحاجة الأولى هي كثرة الأمراض، حاجة ما كانتش قبل. قبل كانت الأمراض مقتصرة على بعض الجراثيم، بعض العدوى، بعض المشاكل اللي نعرف سببها وتقع معالجتها، وأكثرية الناس في صحة جيدة. صحيح. الآن أكثرية الناس لازم عنده مشكلة في الصحة متاعه، دونك كثرة الأمراض. الحاجة الثانية اللي جبدت انتباهنا وخلتني أنا نجبد الموضوع هذا هو الأمراض هذه ولات تظهر في سن مبكر، يعني صغار نورمالمون في العادة في هكا في عقلية الإنسان، أنه إنسان شاب ما يمرضش، أنه إنسان في 30 في 40 في 50 حتى للستين ما يمرضش، ابتداء من 60 ل 55 تبدأ تظهر، وهذا شيء طبيعي جدا لأن البدن متاعنا هو بدن حيوي، يمكن يقع تتعب فيه بعض الأعضاء، تتعب فيه المفاصل، تتعب فيه المعدة، يتعب فيه دقة القلب، يمكن هذا باش نستوعبوه. أما أنه نستوعب أنا صغير في الثلاثين ولا في العشرين يصاب بأمراض هذه جديدة ولينا نشوفوها وليت بكثرة. هات نستعرضوا المشكلة كيفاش. ناخذ مثلا امراض القلب والشرايين. امراض القلب والشرايين انا مش نعطيك رقم واحد، 50% ملاحظه بين قوسين هو انه هذا ما يخصناش نحن بلداننا بركه، ما يخصناش نحن هنا نقولوا البلدان الناميه او كذا، لا يخص حتى العالم الكل، لانه في اوروبا في امريكا هم نفسهم عندهم هالامراض هذه وعندهم هالمشكله هذه، كثره الامراض ووجودها في سن مبكره جدا. 50% من الناس اللي يموتوا في أوروبا سبب فيه أمراض القلب والشرايين. تلمون يعني سي ديفوني فريكون اللي شو 50% يعني 50 علاش القلب يمرض؟ شنو السبب؟ ناخذوا أمراض الجهاز الهضمي. أمراض الجهاز الهضمي يعطيني الآن واحد صغير وإلا كبير ماهوش يشكي بمشاكل في كرشه، ماهوش يشكي بمشاكل في الجهاز الهضمي بتاعه، يا في معدته يا في المصرهلة الخشينة. ونوعين فما الأمراض المزمنة اللي إلى الآن ما لقينا لهاش دواء لأنها أمراض يعني تتواصل مع الإنسان طول حياته، وفما أمراض عرضية تجي وقت وتمشي وتمشي وقت. نعطيك مثال، لمالدي دوكران هذا مرض يقع في المسرح الخشين ومرض يعني مزمن، كي وقت اللي قرينا نحن قلنا المرض هذا هو خاص بالبلدان المتقدمة بالبلدان الصناعية، يبقى جينا نشوفوا فيه إلى الآن يعني في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ولينا نشوفوا هالمرض هذايا بكثرة عنا نحن، وهو حاجة غير عادي تجعل الإنسان يخمم. فما نوع متاع أمراض أخرى وهو اللي يسميه الأمراض المناعية. الأمراض المناعية هذه يعني الإنسان يتكون في البدن متاعه دي زانتيكار يعني مضادات جسمية اللي هي تهتكله بيدو، يعني مش حاجة خارجية، لا منه فيه. والأمراض المناعية هذه ولات منتشرة بصفة كبيرة، الروماتيزم المزمن، هل الاسكليروزون بلاك، التليف اللوحي هذا يمس الجهاز العصبي، هذا 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 ولا موجود بكثره. المالادي دو كرون كيف الان معناه محطوطه في مع الامراض المناعيه هذا، والمشكله انه الامراض المناعيه هذه ما عندناش لهم دواء، عندنا لهم كالمسكنات،
ما عندناش لهم دواء ناجع نقول انا نعطي الدواء الفلاني سيد تو يبرى المريض. هذا ما ثماش. نعالجوا الاعراض والوجيع. نعالجوا الوجيع وهذا الاطباء الساده الاطباء يعرفوا هذايا وناكل لي كورتيكويد اللي زلت انفلاماتوار ولا لي زيمينو سوبريسور اللي هما وهذوما كلهم هما ادويه لتسكين الوجيع ليس لعلاج المرض. ما نعرفوش عليه كيفاش جاء. ما الى الان ما فهمناش كيفاش يتكون عند الانسان وكيف نعالجه بصفه نهائيه. ناخذ الامراض الاستقلابيه يعني لمالادي ميتابوليك. هذا السكر بصفة كبيرة. السكر كنا نسمع به عند ناس قلال. الآن امشي لأي عائلة لازم تلقى شكون اللي عنده مرض السكر. مرض النقرس ولا يعني دارج كثرة دارج. الـ 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 السمنة في أوروبا معناها مشكلة كبيرة. ولات عنا نحن زادة أسأل لبيدياتر وشوف مشكلة السمنة هذه الموجودة. أمراض الغدة يعني هناك نسبة على الأقل 20-25% من سامتعنا عندهم الغدة وفي سن مبكر. هذه زادة مشكلة كبيرة. نجيو للأمراض الخطيرة اللي هي الأورام الكانسير. الكانسير يعني كي تشوف في وزارة الصحة الأموال المخصصة لمعالجة الكانسير كو ساسوا شيميوثيرابي ولا راديوثيرابي يعني ميزانية مهولة ومهولة جدا لكثرة هذه الأمراض كو ساسوا عند الرجال ونخص بالذكر مرض البروستات الكانسير نتاع البروستات الكانسير نتاع الرئه الكانسير نتاع القريش. هذا ولا موجود بصفه كبيره يعني عند الرجال وعند النساء الكانسير الثدي ولا بصفه كبيره. صحيح مازلنا نحن ما عملناش الاستاتستيك نتاعنا مي اللي يلاحظوه كل الاطباء القطاع الصحي الكل يلاحظ امراض الاورام ولات موجوده بكثره. امام هذا الوضع لابد من طرح سؤال، شنو السبب؟ ما الذي تغير في حياة الإنسان من نقولوا نحن في الخمسينات والستينات وحتى السبعينات والآن؟ شنو اللي تغير عند الإنسان؟ يبحث الإنسان بدقة ويبحث عن الأسباب الحقيقية يلقى أن نمط الحياة متاعنا تبدل. هذا الناس كل تلاحظوا علماء الاجتماع الأطباء حتى الناس العاديين المفكرين الصحفيين الكل معناها لاحظوا أن نمط العيش نطر مود دو في كومبليتمون شانجي تقلب تبدل. تقلب هو اش كان باش تقلب اللي يقول انا بيه. وهو الماكله العلم الـ 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 الكلمه العلميه وانه تغير بيه. وانه تغير تبدل اون في با كوم اوبارافون تبدل. ما الذي تغير من الوقت هذاك الى الان حتى ولات عندنا هالامراض بكثره ولات تجينا حتى في سن مبكر؟ وقت اللي ناخذ نمط العيش ناخذ زوز عوامل. العامل الاول هو العامل الخارجي وهناك عوامل شخصيه داخليه تخص الانسان. العوامل الخارجية هو أول عنصر فيها هو تليث البيئة. تلوث البيئة هذا يعني موجود لاحظوه. الهواء اللي نستنشقوه ماهوش الهواء متاع قبل. فيه عدة غازات خايبة سامة كما السوفر كما الغاز كربونيك وهذايا لاحظوه انتقارا بين الإنسان اللي يسكن في الريف يعني يسكن في المدينة والإنسان يسكن في المدينة وحتى في المدن هناك فرق. يندراها مدينة ما فيهاش معامل صناعية كيما مش كيما جابس كيما ولا ما فيهاش معامل صناعية وهذايا الناس كل تلاحظوا أنه البيئة يعني تلوثت. وخش خلاها أنه المنظمة العالمية للصحة لا هي بالبيئة احنا عملنا وزارة متاع بيئة كاملة معناها لأن فعلا مشكلة البيئة هذه تلوث البيئة يعني في الهواء اللي نستنشقوه في الماء اللي نشربوه في الغلال اللي ناكلوها
يعني بكلها فيها اكل المبيدات الحشريه هذيك، يعني هذا يتسمى تلوث، ولينا ناكل حوايج غير عاديه ماهيش طبيعيه بتاتا. هذا العامل الخارجي. العوامل الداخليه نوعين اثنين زادا، هناك العامل النفساني. العامل النفساني الان هذه كاين ولا ثقافه العصر، انا سميتها كلمه الاسترس. اعطيني واحد الان اساله ما يقول لكش انا راني ستريسي. صغار ساعات يقولوا هي صغار، وهذيك المشكله، صغار كبار نساء رجال سايبوا ستريسي، ما تكلموش من ستريسي. يا عبد الرحيم الغني ستريسي والفقير ستريسي. والله نفهم الفقير انه ستريسي لانه ضغط الحياه، ويجي يطلب حاجه ما يلقاهاش، ويجي مش يداوي صغيره ما يلقاش، يجي مش يشري له حاجه ما يلقاش، يلقى روحه في ضيق. والله يمكن سوا ستريسي، مي حتى الغني اللي متوفره اموره كل شيء اسلوا كلهم ستريسي. ونزيدك اكثر فاكثر، لانه اذا كان الفقير ما عندوش الامكانيات باش يهدئ الستريس نتاعو، الغني عنده الامكانيات باش يمشي للطبيب وياخذ الستريس. ولذلك استعمال لي زونتي ديبريسيف هذه، اسال اي واحد عنده الفلوس وغني ولاباس عليه وعنده معامل وعنده تجاره وعنده كذا وعنده كذا، اتاكد انه لازم في جيبه فما حربوشه نتاع مهدئ اعصاب. هذه مشكله، هذه مشكله. و يعني كل واحد يحللها، وهذا مطلوب من علماء الاجتماع انه يدرسوا هالموضوع هذايا ويلقاو لنا حلول. قديش البسيكياتر مش يداوي، ثم البسيكياتر في اكثريه الاحيان يتلز باش يعطي هالادويه هذيا، لكن الادويه هذه ما تحلش المشكله. هذه الادويه هي عباره على تخمل الانسان، ترقد الانسان، تخليه ربما ينسى في وقت معين ولمده قصيره اكل الموضوع نتاعو، ولكن ما تحلش المشكله نهائيا. حل مؤقت كان صح التعبير. حل مؤقت ومشكله انه استعمال هالادويه هذه بكثره يولي فيها ادمان، يولي فيها ديبندونس، يولي الانسان ما نجمش يستغنى عليها. وهذايا بالطبيعه وقت اللي الانسان يبدا في حاله نفسيه متوتره، يبدا ديما يخمم، بالطبيعه هذايا ياثر حتى على الوظيفة نتاع الأعضاء الكل. الإنسان كي يبدا ستريسي مول الكورتيزون يبدا طالع، والأدرينالين تبدا طالعة وقت اللي يتغشش، وهذا عنده انعكاسات على دقة القلب، على الشرايين، على خدمة المعدة، على خدمة النصرة الخشنة، حتى على الكلوي. يعني ولذلك هذا عامل كبير ياسر اللي خلى الأمراض هذه تكثر. العامل الآخر وهو اللي نحن مش نطولوا فيه شوية، هي التغذية متاع الناس. اش ناكلوا واش نشرب. وهذايا يعني مهم ياسر، لأنه بشهادة كل الناس وقع تغير كبير ياسر. فاش؟ وقت اللي ناخذوا التغذية وأكلنا وشربنا، باش نتحدث على ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو ماذا ناكل وماذا نشرب. شنو اللي ناكل وشنو اللي نشرب. الحاجة الثانية كيفاش يوصل لي الأكل لي، يعني عملية الطبخ وتحضير الأكل هذاك. أكل التحويل هذاك، عملية تحويلية. أنا من خضرة ولات لي الناس كانت تاكل شيء ولات تاكل في شيء آخر، طريقة التحضير نتاعو زاد كيف تبدلت. الحاجة الثالثة اللي تغيرت هو، وهي مهمة ياسر، وهي طريقة الأكل نتاعنا. كيفاش ناكلوا؟ كيفاش ناكلوا؟ هذا كيف تغير؟ ولكن للأسف أن الناس ما تنتبهش للأشياء هذه. عندي سؤال صغير تو دكتور، وكملنا في نفس النقاط. ديما كان السؤال نطرحوه في 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 في, في علاقة الأكل بالصحة. في بالي نطرح زوز أسئلة اللي هما شنو ناكل وقداش ناكل؟ في بالي هذوما العلاقتين المهمين. شنو كليت وقديش كليت؟ ومن بعد فسروا لي قالوا لي وقتاش كليت؟ مش في بالي هذوما هالمثلث هذا كان صح التعبير في التغذيه هو المهم. زدتني توا عمليه التحويل نتاع الطبخ وكيفاش ناكل، هذوما الحقيقه ما نعرفهمش انا دكتور. هذوما لان الناس سي عبد الرحيم ما 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 ما, ما تهتمش بالموضوع هذايا، ما تدققش بالموضوع هذايا.
لأنه وسنرى خلال الحصة كيف أن طريقة الأكل مهمة ياسر لصحتك يا أخي. كيما تاكل واقف كيما تاكل قاعد. هذا مثال، هذا مثال. مش نعطيك مثال آخر، كيما تاكل وانت لابس صباطك كيما تاكل وانت نازع صباطك. ينعم ينعم، هناك فرق ما بين انك تاكل وانت لابس صباطك وتاكل وانت منحي صباطك. ماك توسني انا نعطيك، انا نحل لك قوس بركه باش تعرف اهميه هذه. شوف اليابانيين كيفاش ياكلوا، شوف اليابانيين. عمرك شريت ياباني ياكلوا لابس صباطه؟ جامي. يدخل داره لازم ينحي صباطه، لازم يقعد هكا القعده نتاعو، لازم يبدل حتى الدبش نتاعو، يكون لابس كوستيوم وكرافات وكل شيء، يلبس هكا اللباس التقليدي نتاعو ويقعد متربع، وقتها يبدا ياكل. احنا هذا وانا مش نزيدك عجب. هل تعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا الامر ونهى عن اكل الانسان وهو لابس صباطه؟ يعني وقت اللي نقولوا نحن تغير النمط الحياة نتاعنا، سيكو فعلا تغير برشا. تنصح فيا انا ديما تنصحني تقول لي رحاي ما تاكلش قدام التلفزه، لازمك تبدا مركز وامغذ مليح وخذ وقتك. يعني هذوما اللي تنصحني فيهم انا دكتور. لكن يعني هذا عامل اساسي، وهذا طريقة الاكل نتاعنا. الانسان ما يخممش كيفاش ياكل، اعطيه ياكل وكهو. لا مش معقول، مش تاكل كهو. وهذا تو نشوفوه، البدن عمره ما كان محرك نتاع كهرباء، عمره بالطاقه وسيبه يمشي. لا، الانسان كائن حي، هناك تفاعلات في الجسم نتاعه، تفاعلات النفسيه. هل يدرى الانسان وقت اللي يبدا مغشش ولا منفعل يحلاله الاكل؟ قلت له كان تحط له علوش قدامه ما ياكلوش. ولذلك يعني الحاله النفسيه نتاع الانسان، وهذا تو نجيوه نحل قوس اخر، عمرك ما تاكل وانت في حاله متوتره. لو كان تاكل وانت في حاله متوتره، السموم اللي في الماكله الكل اللي كليتها الكل مش تدخل بدنك. بينما كي تاكل وانت مرتاح، وانت نفسانيا مرتاح، حتى وان كان فما بعض السموم في الاكل نتاعك، البدن نتاعك مش ياخذها، الكلها مش تخرج. به دكتور رضوان صادفي، اخصائي في امراض المعده والامعاء والكبد والعذر، طالب مني برشا انت هك مع تغير نمط الحياه. نعرف انا باش نعمل ساندويتش، سامحني معناتها فيسع مسروب، نشرب شي كاستي ولا كعبه جازوز اللي ما نحبوهاش نسكل، وكهو واني شبعت نجم نكمل نهاري من بعد، وكهو في الليل نعملش تحريشه خفيفه هكا معناتها شويه فريكاسي شويه بريك مع كسيوت، وكهو لاباس. ما هي عاقبه هذه الطريقه في الاكل؟ هاني كنت نقول لك عليها، الامراض. وهذا علاش انا عفوا، هذا علاش انا قلت ما هي علاقه الامراض بالتغذيه؟ طيب يعني اذا كان الناس قاعده تمرض الان، يعني يا اخي تاخذ قرحة المعدة. قرحة المعدة كنا نعرفوها نحن من للشخص اللي من 40-45 الفوق. الان صغار عندهم القرح نتاع المعدة، الان صغار في 17 و18 و20 عام يشكي باعراض المعدة، وتعمل له فيبرو وتعمل له تحليل تلقى عنده الجرثومة نتاع المعدة اللي يتسبب القرح. وين ماشيين؟ صحيح. هل هذا هذا ما نزلش من السماء راهو؟ لا، يجب الانسان ان يعرف ان الامراض عندها اسبابها. الامراض في معظم الاحيان 99% من الامراض عندها اسبابها. دقيقه لنا دكتور، خلينا نفهم النقطه اخرى ومن بعد تجاوبني على السؤال الاول اللي هو شنو ناكل؟ ما هما ثلاث، شنو ناكل؟ كيفاش نحضر الماكله؟ وكيفاش ناكل؟ بالنقطة أما قبل دكتور، أنت تو حكيت لي على أن نجم ناكل ونختار، ولكن اللي في بالي بيه واللي فسرتونا قداش مرة دكتور، اللي باش ياكلوا معناتها اللي باش ياكلوا أمي والوالدة، واللي باش ترضحوا لي كان طريقة رضاعة طبيعية أو غير طبيعية، مش يأثر لي زاد على صحتي. دونك زاد اليوم اللي باش ياكلوا الوالدين مش يأثر على مع الصغار بعد الولادة، وإلا لا؟ هذا 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 ليه زوز جوانب. فما اشياء اللي هي مش يعطوها لك والديك طول، وهي حليب الام، هذا 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 ما لا شك فيه. وهنا حليت موضوع هذا مش نطرقوا له، التوحد، الاوتيزم.
مرض اللي ولا منتشر عند الصغار برشا، ولما تلقاها مسكينه وقت اللي تعرف ان صغيرها عنده هالمرض هذا نتاع واحد مسكينه، يعني الله الله يعاونها على الحاله النفسيه تاعها، لانه اولا ما عندش ما عندوش دواء، ثم يعني تغزر لصغيرك ما شاء الله يعني يانع وكل شيء ولكن عايش في عالم اخر. عايش ايبا الدراسات الاخيره بينت ان الصغار الاسباب نتاع انك تولد صغير عنده التوحد هذا هو الماكله في الالومنيوم وفي البلاستيك. اي نعم، الان تبين انه اكل المعادن الثقيله اللي تاكلها المراه وهي حبلة تاكل في الالومنيوم، كل شيء ملكفت، كل شيء ملكفت في البلاستيك، كل شيء ملكفت في كذا، هكل المعادن الثقيله هذيك هي اللي تساهم، ينعم هي دبوسة الماء البلاستيك هي اللي تساهم باش اكل المعادن الثقيله هذيك تتعدى للتكوين الجهاز العصبي نتاع الجنين ويتولد بالتوحد. يعني اللي قلت لك انا ما فماش حاجه ما عندهاش سبب، فماش حاجه ما عندهاش سبب. الليان دو كوزاليتي، كوزي في سبب ونتيجه، دائما وابدا. وهذايا الناس، وهذاك علاش انا وهو رمضان قادم وربما يعني من حسن المناسبات، لا اقول صدف لان فماش حاجه هي تجيب الصدفه، انه الموضوع نتاعنا هذايا طرحناه قبل ما يدخل سيدي رمضان. ولا يعني يا ناس اش حضرت رمضان؟ شنو اللي حضرتوا له رمضان؟ شهر الصيام. سالتني نفس السؤال عملناه لنا دكتور بنفس الطريقه، سالتني هكا دكتور. يعني 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 شهر الصيام ولا شهر اكل وشهر التنوع وشهر وشهر وشهر، وان شاء الله ان شاء الله مش نعملوا حصص ان شاء الله كامل شهر رمضان حول الموضوع هذايا اش ناكلوا. وهني كنت نبين لكم ان كل تقريبا الامراض وخاصه الامراض المستعصيه، الامراض الصعيبه، الكونسير، السبب نتاعو هي التغذيه نتاعنا. التغذيه نتاعنا، الانسان اللي يتغذى غذاء طبيعي معتدل بحول الله لن يصيبه اي مرض. به حكيت لي توا اللي كليته هو جنين، مش كيما ترضع ولده بطريقه طبيعيه كيما مش ترضعهم الحكوكه دكتور، نفس زيدها؟ بالطبع هذا وهذا وهذا وهذا. شوفوا في الغرب وفي امريكا وعندنا نحن، المراه اللي ما ترضعش الصغير نتاعها، الصغير لازم يطلع ناقص مناعه. واضح دكتور. هو احنا كنت تفكرش في الموضوع وقت جبدنا على الميكروبيوت، هذه الطاقه المناعيه اللي هي جايه عن طريق مجموعه من الجراثيم. وانا حق ليش نقول جراثيم؟ لان كلمه جراثيم يعني حاجه خايبه، وهما لا، هما اشياء حميده وطيبه وطبيعيه طيبه موجوده في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في, الـ في الامعاء نتاع الانسان. يعني هذه المراه اللي 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 ما تولدش بطريقه طبيعيه، صغيرها يقعد اشهر باش يكون الجهاز المناعي الطبيعي اللي هو في المصاري الخشبي، سكون ابل الميكروبيوت. بينما المراه اللي تولد طبيعيا موجودين. من نهار الاول الصغير عنده الميكروبيوت نتاعه. ما كل البال ولاني عنده الميكروبيوت يا دكتور. نعم. من البال ولاني اللي اكرضاع تبعي من الولاده ياخذها، لانه الولاده بارفوا باس، الولاده الطبيعيه بطريقه طبيعيه. الولاده الطبيعيه هو صغير ياخذ من الامعاء نتاع امه، ياخذ نصيبه من الميكروبيوت اللي بعد مش يكونوا ويزيد يطور ويزيد كل شيء. لانه ما ندخلش توانا في الليديتات ونسمعكم يعني للجينيكولوج وحتى النساء يعرفوا معناها الشيء هذا. دكتور رضوان الصادفي، اخصائي في امراض المعده وامعاء والكبد والعظم، شنو لازمني ناكل؟ لذيق الوقت بدينا نقدم شويه في الوقت، شنو لازمني ناكل؟ هذه النقطه اللي انا قلت لي لازم نجاوب عليه، شنو لازمني ناكل انا دكتور؟ اذا مش نجاوبك انا على شنو تاكل، خليني نحثك انت اش قاعد تاكل توا. لانه يعني احنا ما تعرف القاعده الشرعيه، درء المفاسد قبل جلب المنافع. يعني يلزمنا نشوفوا شنو الحوايج اللي قاعدين نحن ناكلوها وهي قاعده تضر فينا. به نبدا، ايش قاعدين ناكلوا نحن؟ كي تجي تشوف
تلقى ان معظم الاكل نتاعنا هي معجنات. احنا قاعدين ناكلوا في العجين ليلا نهارا. مقارونة. يعني المقارونه، كوسكسيسو، الخبز، الخبز هذه دويده خاصه بكم انتم القراوه، فهمتي شو؟ ولذلك خليني نقول انا المقارونه وكهوة، فهمتي شو؟ لا الدويده نتاعكم انتم. انا مع الخبز هذا دكتور، الخبز، الكسكروتيت، الخبز، الخبز في كل شيء. حبيت تقول الخبز، الخبز الابيض هذا. يا اخواني خليني نفسر للناس، لانه كي الناس تقتنع وتعرف اش فما وقتها ينجم يقتنع ويبعد عليه. المعجنات هذه اللي ناكلوها منين جاي؟ منين جاي؟ هي جايه من قمح الليل اللي هي الفرينه اللي منحيه القشور نتاعها. يعني القشور الفرينه اللي تجينا نحن من الخارج هي فرينه، يعني قمح صحيح ولكن قمح ليل، منحي التيغيمون اكستيريور نتاعه. هما ينحيوه ويعطيوه للحيوانات ويبعثونا نحن كان القمح هذاك الليل. وهذاك نسمينه لين، هو خاطر وقت اللي يترحى يولي فرينه. ما هي هذه الفرينه اللي نحن ناكلوها؟ افهموا يا ناس، افهموا يا مستمعين يا كرام، افهموا شنو هي هالفرينه هذه. الفرينه هذه هي انشاء اللي نسميوها نحن الفرنسويه لاميدون. شنو هي هاللاميدون هذا؟ شنو فيه؟ هو مجموعه من سكر الجلوكوز. هذا هو لاميدون اللي ناكلوا فيه ليل نهار واللي نملاو به كروشنا، سي لاميدون. لاميدان سو ترانسفورم وقت اللي نحن ناكلوها عن طريق الهضم نتاعنا الكل، مش تتحول الى سكريات. تولي جلوكوز. كلها. كلها. اغلبها دكتور الكل. ما عندهاش من تتحول، فما شيء منها يقعد سو فورم داميدان يوصل مثلا للخشينه، وتنقول لك شنو اللي قاعد شنو اللي ممكن يعمل لنا، والاخر السكريات. اللي يعطينا الطاقه هذاك. ايوه. لاميدان هذايا هو اللي يعطينا الجلوكوز. الجلوكوز هو الطاقة اللي تحتاجها كل خلية في الجسم نتاعنا. إلا أنه المشكلة نحن ناكلوا ياسر عجين، 70% من الماكلة نتاعنا مرتكزة على لاميدان هذايا، وكمية الطاقة هذه زايدة 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 عن حدها بكثير. ولذلك وقت اللي تقع عملية الهضم الأمعاء تمتص الجلوكوز هذا، الجلوكوز هذا يمشي للكبد. الكبد شنو مش تعمل له؟ مش تفرط تعطي منه للطاقه نتاع البدن، للمخ، للخلايا الكل اللي موجودين في الجسم نتاعي، لكن يبقى ديما زايد. وتحدثنا كان تتفكرش اللي جبدنا على الكبد الدهني، الطاقه الزايده هذيك الكبد يخزن منها شيء سو فورم دو جلوكوجين، ولكن البقيه يعمل لها؟ تعرفش يعمل لها؟ يحولها الى دهون، تتحول الى دي تريغليسيريد، تتحول الى دهون. دكتور اخرج منها شوي الميكرو خلينا نسمعكم مليح. هاي كلها تتحول الى الزايد نتاع الجلوكوز الكل يتحول الى دهون. والدهون هذه اللي هي موجوده في الحزام نتاعنا. شوف الناس الكل اشكون اللي حزام وما فيهوش الزايد. فهمتك. لابد من الزايد. فما شيء منها يقعد في الكبد يتخزن. وهو اللي تحدثنا عليه، اكل مصنع الدبو، اكل 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 الدبو. ولكن ولكن فما شيء اخر، هو انه وقت اللي يتحول الى 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 دهون هذا الجلوكوز، فما شيء منه يقعد في الكبد، وهو اللي يكون التشحم. التشحم نتاع الكبد يدخل الخلايا نتاع الكبد وتولي بكلها شحوم، وشفنا التاثيرات نتاع المخاطر نتاعها. وهذايا كي نجيو نحن نشوفوه نلقاوه الناس الكل تعتمد في الاكل نتاعها على هالفرينه هذه. يعني بصفه تقريبا 60% 70%. شوف الناس في الليل في العشاء، وهذا انا تعجبت منه حتى في الريف. اكثريه ناس الريف العشاء نتاعهم عجين، يشري كيلو مقارونه يتخلط بشويه صلصه، والامهات بالطبيعه القاوها سوليسيون تفاسيليتي، القاوها امور سهله، يكفي باش تعمل شويه طماطم وشويه صوص شويه كذا، تفوحها وغلي العجينه ذات والناس تشبع. سامحني هكا جيتني الكلمه دكتور، كان تسمح لي ماشي ندافع، متفاهمين اللي هي صحيا غلط، ولكن يجي الدكتور الكيلو بدينار مقارونه نزيد عليه مكتب من ربي، يبداو خمسه من الناس ولا اربعه من الناس في الدار، شبعوا الناس الكل بارخص الاسواق. هذيك يحسبوها الناس الكل بول عيله، ما عندها سامحني يعني يحسبها يعني كيك. انا دكتور يعني سامحني باهي
شوف الـ شوف الـ شوف الانسان كي يحب هكا يغلط روحه. يعني انا شبعت الكرش والعواقب نتاع التشبيع بامور فارغه خليتها. يعني صحيح عديت عامين 3 4 10 15 20 عام وتتوكل في صغارك وتوكل في روحك انت وتقعد تاكل بالعجين. اي ابتداء من بعد 20 عام كي توصل تكبر وتلقى روحك عندك مرض السكر، عندك التشحم في الكبد، عندك سمنه زايده، عندك كوليسترول طالع، عندك ضغط في الدم طالع. هذا ماكش مش تخلصوا، هذا ماكش مش تخلصوا باضعاف اضعاف اضعاف الاموال اللي انت ما خسرتهاش على الصحه نتاعك من لول. ويمكن تنفق كيما هكاك واقل من هكاك لو تعرف اش تاكل واش ما تاكلش. اما انه الفايده هي امتلاء البطن تشبع هذا كاو. لا هذا لا به. هذا لا. وهذايا مش نجدون احنا في 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 اخر الحصه، هو انه كيف ناكل بارخص الاثمان. جبت انت الكوتي ايكونوميك بارخص الاثمان ولكن حوايج مفيده تصحح البدن وما نمرضش ومن لانه الان الناس هذه يلزمها تحس بها وتعرفها. المرض ولا غالي ياسر برشا، ولا غالي ياسر. وانا تعجبت مره في فرنسا في 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 في, في مستشفى من المستشفيات يعني يحسبوا لو كو دو لا مالادي، لو كو احنا تكلفة المرض ما عندناش قله وانا در. بينما في اوروبا يحسبوا لو كو دو الامل المرض هذايا اش يسوى فلوس، اش يسوى فلوس. يعني تحاليل تصاور ايام الضايعة من العمل، ايام الضايعة من العمل، قداش يشد قداش يشد من نهار فك السرير اللي هو راقد فيه. هذا يلزم يدخل في عين الاعتبار، لانه مش تقول لي انت هاو نوكلهم انا كيلو مقارونه ويشبعوا انتهى الامر، ولكن شوف بعد العواقب نتاع الشيء هذا. ناخذوا مشكله اخرى اللي هي زاده طاغيه ياسر في 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 في, في التغذيه نتاعنا وفي في في تبدل نمط في تبدل نمط العيش اللي نحن ولينا فيه وجلبنا الامراض هذه. هي ماكلة الحلويات، انت مش ماكلة الحلويات يا اخي اكيجي والطابع والحلوى والسوسيت والشوكولاته يعني نقول والبسكويت ما تنساش والقلاص ما تنساش والياغورت اللي فيه يتشرب والياغورت اللي بكله اللي بكله حلاوه. هذا كعبه قلاص توا مع السخانه دكتور زيد شنو؟ انا ما نقولكش بشفاء، انا نقولك ما تاكلهاش، فهمتني ولا لا؟ باهي هات نشوفوا موضوع الحلويات هذه. موضوع الحلويات هذه هذا مشكل نتاع صحة عمومية ومش في بلادنا بركة، بل حتى في البلدان المتقدمة. البلدان المتقدمة ومصيبة الحلو هذايا اللي ولا مشكلة صحية كبيرة ياسر. ووقت اللي نقولوا الحلو كما كنت سيادتك تقول البسكوي والمعجون والطوابع والشوكولاتة والمشروبات الغازية الصودا، هذه تعرفوش اش فيها. هي فيها نوع من السكر معين اللي هو الفريكتوز. الفريكتوز هذا لقاتو المعامل، لانه الصناعة عندها دخل راهو في 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 الاندستري الاندستري اليمونتير. المعامل لقات ان الفريكتوز هذايا اللي اباري ساعة سوم رخيص وليت تحط منه بكثرة في هالمأكل هذه. كي واحد ربما اللي يعرف يقول الفريكتوز هو السكر متاع الغلة. صحيح السكر متاع الغلة، ولكن كي يبدأ في وسط الغلة، لأنه ربي كي حرضنا على أكل الغلة، والغلة هذه فيها الفريكتوز. أولا فيها الفريكتوز بقدر معين، ثم مش وحده الفريكتوز. الفريكتوز افيك لي فيبر اليمونتير افيك دي زونتي اوكسيدان افيك دي فيتامين، هذوما كل وقت اللي تاكل كعبه الغله الفريكتوز هذاك الكبده تفرح به. ليش جبت الكبده انا هنا؟ لان الفريكتوز هذا هو سكر خاص، وقت اللي اول يقع امتصاصه بسرعه في الامعاء، وهذا ما يتعدى بحتى وسيله، يتعدى طول الكبد. الكبد تاخذ منه النصيب اللي حاجتها به للطاقه، ولكن البقيه الكل
كلها تتحول الى دهون، تتحول الى دهون. الفركتوز هذا الكل يتحول الى دهون. خلنا نعطيكم بربي بعض الاشارات، لانه هذي المرض نتاع التشحم الكبد اللي جبته بكري. الشحوم هذه اللي تراكم تعمل لنا مشكله السمنه في امريكا الان. وقت اللي نقول امريكا لانه نحن قاعدين نتبعوا، وهذا من المشاكل الكبيره. نوتر مود دو في، وي نوتر مود دو في، مود دو في الاوكسيدنتال يعني. انا في هذا يستحضرني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يقول يا ناس ما تتبعوش غيركم، شوفوا ساعة أرواحكم إذا تتبعوا في حاجة باهية ولا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه، يعني فماش واحد يدخل حشاكم حش قدركم الغار متاع السفش، لأنه لا من جميع ما والناس اللي تعرف هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كان يدخلوا له أنتم تتبعوه، وإحنا فعلا هذا صارنا. يعني مش قلت هالجازوز هذا، مشكلة السودا هذه راهي مشكلة كبيرة. راهي الآن في أمريكا أول سبب لجراحة لا ترانسبلانتاسيون هيباتيك، زراعة الكبد. أول سبب فيه لزراعة الكبد عند الأطفال هو سكون أبيل لا ناش. لا ناش هذه هي لا نون الكوليك ستياتوز هيباتيك، يعني التشحم في الكبد بقطع النظر بعيد. ماهوش جراء الكحول، ماهوش جراء الكحول، ماهوش جراء الكحول. ونحن رانا ماشيين للشيء هذا، ماشيين هذا استهلاك المشروبات الغازيه، الكوكا والفانتا وما الى ذلك. راهو هذايا الكل مش يؤدي بينا الى الموضوع هذا، الى تشحم في الكبد لاناش، و الى ما عواقبه هي اللي هي تليف الكبد، اللي هي الكانسير، الكانسير نتاع الكبد. وانا كنت تفكرش سي عبد الرحيم كي جبدنا الموضوع هذايا نتاع التشحم في الكبد، قلنا رانا ولينا نشوفوا فيه في سن مبكره جدا. وانا شفت هو محق اطباء الجهاز الهضمي الكل لاحظوا الشيء هذايا، انه ولات التشحم نتاع الكبد الاستياتوز هيباتيك تتشاف حتى في الثلاثين من العمر، بينما في السبعينات وفي الثمانينات كنا نشوفوها من الستين الفوق. صحيح. دكتور خلينا نعطيك رقم خذيناه اول اسبوع هذا. دخلت معنا الاستاذه جليله العاطي، استاذه جامعيه مسؤوله على قسم البحوث والدراسات بالمعهد الوطني للتغذيه والتقنيه الغذائيه، قالت لنا في العالم معدل السكر في الجازوز لكحه اللي نعرفه الناس الكل هذاك يكون 9 جرامات، في تونس 13 جرام. علاش؟ على خاطر سوم السكر مدعم ورخيص. دونك باش يفهموا زاد العباد الرقم هذا تعاودوا تستمعوا لانتجريت الانترفيو للطبيبه المسؤوله على قسم البحوث والدراسات. وهذا مشكله كبيره. انا مش نقول لكم حاجه اخرى وهي زاده خطيره جدا، وهو ان الناس وخاصه الشباب اللي يتعود على اكل الحلويات برشا، على ماكله السكر برشا، جاتوات، شوكولاتات، بسكويتات، ميلفوي، اللي تحبوا انت. واو جاي رمضان وما فماش معناها توا النساء بداوا يحضروا باش شنو هو الحلو نتاع الجمعه الاولى وحلو الجمعه الثانيه وحلو العيد من 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 ما تحدثوش عليه. يعني الخطر الاخر بخلاف هالمرض هذايا هو انه الانسان وخاصه الشباب اذا تعود باكل الحلويات راهو يلصق فيه الى اني في اديكتيف، يعني يولي ادمان، يولي ما الصغير هذاك الشاب هذاك ما يشبع كان ما ياكل حاجه حلوه، وهو ياكل حاجه حلوه وبعد برهه من الزمن معينه يحس بالجوع، يشبع في سان جون فيسا، يحس بالجوع لانه الاجريسيتين اللي هذه الهرمون نتاع الشهيه نتاع الماكله تبدا ديما طالعه في الدم نتاعه، وديما تطلبوا باش ياكل وما ياكل الا الحاجه الحلوه باش يطفي بها اك الرغبه الملحه اللي عنده. يعني وقت اللي نلخصوا الكلام هذايا باش نقولوا بطريقه علميه وواضحه، يولي ادمان، يولي خمر، يولي كوكايين، يولي ايروين، سميوه كما تسميوه، ولكن هذه حقيقه يلزم يعرفوها الشباب. راك اذا كان كثرت
من أكل الحلويات والحلويات الاصطناعية هذه اللي موجودة البرة، البسكوي والشوكولاتة والغازوز والقطوات، وتأكلها بصفة كبيرة، راك تولي تلصق فيك وتولي عبارة على كوكايين، تولي عبارة على إيروين، تولي عبارة على خمرة يلزمك منها باش تعيش. وإذا كان كثرت منها هاي الأمراض اللي تستنى فيك. بالعامية سمعتهم كلمتين دكتور، بالعامية يقول لك نحشش على حاجة حلوة، حس في روحي فمي نقص حاجة، ماذا بيا نحلي فمي. هذه الكلمتين بدأوا نسمعوا فيهم. دكتور هذية في شنو ناكل؟ قعدتنا عملية طريقة التحضير كيف اي نعرف اي هذوما، تحب الحصة الجاية ولا بعد الفلاش انفول الحداش؟ انت والتوقيت اللي تختاره دكتور، انت واللي تختار. انا اي هذاك عجبك، خليه الاسبوع الجاي دكتور. الاسبوع الجاي مش نكملوا في انواع زاد الاكل اللي ناكلوها وهي 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 مضره برشا. ومن هنا الاربعاء الجاي كنت تخلص لي رمضان. اللحوم راهي زاده كيف كيف مصيبه من مصائب الاكل نتاعنا الخاطئ. مش جاوبني على الحم، مجاوبني على البولي الحم الابيض، وبجاوبني خاصه على القليه اللي قاعدين نقليو فيه. هذوما ثلاثه اسلم حاضرينهم الاسبوع الجاي دكتور رضوان الصدفي، اخصائي في امراض المعده والامعاء والكبد والعذر. ان كرون ميرسي لحضورك بحضينا، ونعاود نعطيكم الاخبار البي. سعيد جدا في رمضان، ان شاء الله على امتداد شهر سيدي رمضان مش تستمعوا للدكتور كل يوم، مش يعطيكم نصائح الغذائيه كيفاش لازمنا ناكلو، شنو ناكلو شنو ما ناكلوش. هذه باش ما نوصلوش للطبيب، يقول لي رحيم باش ما تمشيش للطبيب. هذاك هو الهدف نتاعنا الناس الكل. هذا